أرى كلبا باستمرار. يخوفني الكلاب البجي خصوصا البوليسي كذا يخوفني. ودي الكم على طول اوسب. لف علي الثوب. في صوت. ايش قايل لكم؟ لا يا بوي، لا يا بوي، بالله قل لي الباب مفتوح. سعد دينك قفل. في سيف يا عيال. يلا هذا السيف نقول بسم الله. لا لا تخبريني ولا تخبري شخص ما، قسم بالله انك نكبة. في حمار تحت قاعد تدنو هالثور ذا. في حمار هنا. يا عيال لا 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 ويت 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 سكني بقس على عيني. في 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 بعد هنا، في بعد هنا. ماب شكرا. إليزابيث، إليزابيث هل لا زالت موجودة؟ ولدي ألكم ولديك، لازم تدخلنا كذا مكان. أوكي شنو يعني؟ توماس توماس يس أنا فاين. ودي بس أشوفك أصفق وجهك كف. يا عيال هذه تذكرني في أسلي في رسالة إيفل فور. يا عيال ما الذي يحاولون فعله؟ سوف يقتلوننا. شكرا لك عشان أجي أنقذك يا مخيسة. أنت شطيبك لا تكون القبض عليك. أرى كلبا باستمرار. يخوفني الكلاب البجي خصوصا البوليسي كذا يخوفني. بدي أحك أمك كف أخلي وجهك اثنين. حسبي الله ونعم الوكيل. تبقسنا على عيننا، تمغطنا، واسب عليك انا. ليه؟ شلحوا شلحوا تعال. ببقسه والله ذا الكلب، والله لبقسه يا 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 اليزابيث يا مخيسه. ليش؟ طيب في طريق من هنا وفي طريق من هناك. وش ذا يا الغالي؟ شو مسوي انت؟ وال الزبده، المكان كله صار فيه لعنه كورونا اقول لك يا اخوي. اركض يا اخوي. شو اللي مسكون؟ وش ذا؟ الكلب انبقس. لا تخاف، لا ابقسك، لا تخاف لا تخاف. اخلص عو شكلك جاي يساعدك حمار انت. ودي الكم امك. شوف وجه امه. شكلك يشبه الكوالا اقسم بالله. اوه يا عيال هنا الاسطوانة الثانية. كيف نفتحها؟ ارخاني تقول لك. طب احنا كيف ندخل داخل؟ يا سلام يا يعني لازم تصعبون الامور لازم. 2 hours later. طيب
بعدين نور. ايوه حسبي الله عليك. بس مسكن حي من زمان، دارنا من زمان نبيها. اوكي عودة، جبناها يا عيال. هذا الثاني اسطوانة، باقي لنا ثلاث، يعني هذا باقي لنا ثنتين. يا رب انا وين؟ انا هنا، في هناك سيف، لازم انزل هنا، في اتصال. اوكي خلاص امورنا طيبة. والله اني شنبان يا عارف، انا احل الالغاز يا بعد شبدي. والله طلعت سالفة ذي لغز جامد، بس شكله في ناس جايين علينا يا عيال. تنفس تنفس. ايوه يا حيوان. افقع افقع يا حيوان، على طول اوسب. لف علي الثور. ليه 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 اسمع صوت مشي انا؟ ليه؟ الله وناسا. طب بالله انا عندي سؤال، الدولز اللي تضر يا اي، هذا ايش؟ دميه موسيقيه؟ شو تسوي؟ ما ادري، تروفيز يعني. طب هذا ايش يعني؟ الهلف اعتقد. طيب اعطانا فيوزات. مش لازم حبيبي تعطيني يا عيال، احساس عندي هذا الباب وربي لن اتصفق فيه. اوه سيف حلو، ريحتني. اوكي اهم شيء انك كاتبين تحت بكاء. طيب ليش؟ بالهرهم ما يفيدك، ما انا فضيلك، سامعين سالفه مدري ايش، واخر شيء هطفه. الغالي. طيب هنا خطه اسحاق، لابد من وجود حل طريقه لاستعمال الاغنيه كما اشاء. حقا؟ هل تقديس تلك المخلوقه هو الوسيله الوحيده للتحكم بقوتها؟ هل كان والد ذاك السكير المتطرف على شنو؟ سأجعلها تغني من أجلي، فهي لا تزال حية فقط لأني أسمح بذلك، لأني وأخي نزودها بالطعام. أوكي يستغلونها يا عيال. أوكي تستغلونها يا كلاب، يا 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 وحوش، يا شريرين. وش ذي؟ مش لازم بلك درك. وش هذي؟ هذه الكرة السحرية في بلاك كلوفر يسحبون فيها السحر وكذا. اللعنة. اللعنة. يعني ايش؟ لا تطلع وراك لا تطلع وراك لا تطلع وراك. يعني ايش؟ تبف تطلع وراي، ايش فيه؟ ما في حمار يمين. ما انا عارف.
كثير يا عيال كثير. يركض يركض يركض. دش عاش كيف؟ كم واحد ذول؟ دش ايوه 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 كيف مقفل؟ وخر 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 ما نفضي لك وخر. كيف او ماي جاد او ما علقنا علقنا علقنا. ايوه عطى بوكس ثاني. ايوه وخوينا حطف ما يعرف يدافع عن نفسه يقهر. وراي ناس في وراي صعبين مرة مرة وزلعين يا الله ينشبون لك. نشبة نايس عجبتني الفكرة. اقفل الباب. ايش يبي ذا الحين؟ اوه رجعنا لل البيت كله يفرفرون عليه يا عيال. حنفية بيرة شنو هذا يعني؟ ايش معناته حنفية بيرة؟ مفتاح ذا ولا ايش؟ كثير والله يا عيال كثير كثير. وين السيف؟ والله لفقع. الحين بيطلعون في وجهي. هذا اللي كان عندي يا عيال. هذه كان نهاية الحلقة. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة وإن شاء الله أنها تعجبكم الحلقة. وانجلد عمره يعني خلاص ما عاد فيه 750 واحد.
ياك الأندوم. هنا اللي بس هذا اللي كان عندي يا عيال. أتمنى من الجميع أن ينشر في كل مكان عشان نوصل 3000 مشترك بأسرع وقت. بصراحة أنا حلمان فيكم والله يا عيال، فقمت أصور لكم حلقة. أصلا بعد شوي لازم أطلع عندي دورة، الله يعيني يا رب. ما عندي شيء أقول، لا تنسوا دعمكم، لايك سبسكرايب شير. كان معكم عمرو وسام من قناة تي بي إس. شباب لا تنسوا الكومنتات، ها ترى والله مرة تسعدني. سلام عليكم.